الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، التعليق في عجالة على البرنامج اللي أقيم من أجل مناقشة موضوع المناهج التربوية وما حدث من حذف لدرسين، درس في الصف الثالث الثانوي ودرس في الصف السادس الأساس. عموما الدرسين الاثنين بيتعلقوا بالتوحيد، الإسلام دين التوحيد، ودرس آخر في تنقية العقيدة الصحيحة. البرنامج استضيف فيه رجل كان وزير أظن أوقاف ولا إرشاد، ما أظن، ما أدري، غايته واحدة منين، قديم، اسمه الياقوتي، محمد مصطفى الياقوتي. وده رجل معروف من أرباب التصوف ويدافع عن الفكر الصوفي كله، فهمته. واستضيف ثاني برضو رجل تابع لدكتور تابع للمناهج التربوية، وبرضو فقرة لصحفي مداخل عبر الهاتف. ما يهمني في التعليق، أنا أقدر أعلق على كلام الياقوتي باعتباره رجل صوفي ومدافع عن التصوف، وهو يؤيد فكرة حذف هذه الدروس من المنهج التربوي. أولا، درس باسم الإسلام دين التوحيد، لو قدم سؤال للياقوتي: ما هو عذرك أمام الله عز وجل؟ عذرك أنت يا ياقوتي لما تقابل المولى، سيبنا نحن وسيب المجتمع السوداني، وسيبك من الحكومة، وسيبك من المناهج التربوية، سيبك من ده كله، ما هو عذرك أمام الله لما تسأل وأنت معجب بحذف درس بعنوان الإسلام دين التوحيد؟ ما هو العيب في الدرس ده يا أخوانا؟ ببساطة، أنت أسأل وأقول لك في درس العنوان بتاعه الإسلام دين التوحيد، أقول لك الدرس ده بعجبك ولا بزعلك؟ هل أنت بتزعل كمسلم؟ كمسلم أنت بتزعل انه يكون في درس لابنائك وبناتك الصغار يعلموهم التوحيد، ولا تنقيه العقيده الاسلاميه من شوائب الشرك؟ ده شيء بزعلك؟ فاولا يسال هذا الياقوتي هذا السؤال، لكن الاجابه بتاعته من خلال الكلام اللي هو ذكره والاعتراضات بتاعته اللي قدمها. نشوف الاعتراضات شنو. زعلان على التوحيد، اولا قال تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قال هذا يخالف كتاب الله عز وجل. أما أن نسقط ذلك على تقسيم التوحيد إلى توحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، فهذا أولا يخالف كتاب المولى سبحانه وتعالى، والناظر إليه يجد أنه تثليث وليس توحيد. يعني توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، والقرآن حينما عالج هذه القضية عالجها بشيء واحد: الرب هو الإله، والإله هو الرب. ولم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان على عهد الصحابة، ولا في القرن الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع، وإنما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثامن، لم يسبقه على ذلك شخص. فطيلة هذه القرون الثمانية لم يحتج إلى هذه القضية، فكيف توصف بأنها قضية مهمة؟ زعلان على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة، وقال هذا في الحقيقة هو تثليث وليس بتوحيد. كونك تقول توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، قال هذا تثليث وليس بتوحيد. طيب، قال يخالف القرآن ويخالف السنة، بل قال لم يقل به أحد لا في القرن الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع، قال حتى قال به ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثامن. أولا أقول لك يا سيد الصوفي الياقوتي، سيد من سادات الصوفية، تمام، ده يدل على جهلك أولا بالقرآن، وجهلك ثانيا بالسنة، وجهلك ثالثا بأقوال السلف الصالح
من القرون الأولى المفضلة. أولا بالقرآن تقسيم التوحيد يا أخوان هو من المسائل العلمية، تكاد أفهم النقطة دي ذاتها. شنو الناس جايطين تقسيم التوحيد؟ قسموا ما قسموا، النبي ما قسموا، ذيل قسموا. يا أخوان تقسيم التوحيد هو من المسائل العلمية، من التقسيمات العلمية التي اصطلح عليها الفقهاء والعلماء بناء، انتبه للنقطة دي، بناء على استقراء نصوص الكتاب والسنة. وده زيه وزي التقسيمات الفقهية والأصولية والحديثية والعلمية الموجودة في كتب الدين اليوم. افتح اي كتاب فقهي، الصلاة الآن مقسمة إلى أركان، شروط، واجبات، سنن، مستحبات، صح ولا ما صح؟ أي إنسان منكم من الناس اللي تعلموا ودرسوا، إذا كانت دراسة مدرسية ولا الدراسة العلمية خارج في المعاهد والمدارس العلمية الأخرى، ما قرينا يا إخواننا فرائض الصلاة، أركان الصلاة، ما قرينا نواقض الوضوء، قرينا ولا ما قرينا يا إخواننا؟ قرينا. طيب اديني حديث واحد ولا آية فيها إن نواقض الوضوء سبعة. لما ترجع الفقه المالكي بتلقى نواقض الوضوء سبعة، وين في الآية؟ وين في الحديث؟ حتجي طوال انت تجاوب أكان صوفي ولا غير صوفي؟ إجابتك واحدة، حتقول لي العلماء اطلعوا على النصوص التي تكلمت عن الوضوء ووجدوا إن نواقض الوضوء لا تخرج عن هذه السبعة، وبعضهم يقول ستة إلى آخره، صح؟ كذلك أنا بقول لك العلماء قرأوا واستقرأوا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن الآيات التي تكلمت عن التوحيد والأحاديث التي تكلمت عن التوحيد إما أن تتكلم عن التوحيد باعتبار حق الله سبحانه وتعالى، أي ما يختص بالمولى عز وجل من الصفات، الخالق، الرازق، المحيي، المدبر، المميت، كلمت عن أفعال الله جل وعلا، وده اسمه توحيد الربوبية، أو تكلمت عن الأسماء والصفات، سميع عليم، غفور رحيم، علي حكيم إلى آخر الآيات، كلمت عن الصفات، ده توحيد الأسماء والصفات. وإما آيات أمرت العباد بعبادة المولى عز وجل وحده، واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه الآية وأمثالها بتحض العباد على إفراد العبادة لله جل وعلا، وده توحيد العبودية أو الألوهية أو الإلهية بمسمياته عند العلماء. هذه نقطة لابد يفهمها الياقوتي ويفهم الجميع، إنه التقسيم ده زيه زي بقية التقسيمات. نسأل الصوفية سؤال، لماذا اعترضوا على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ولم يعترضوا على التقسيمات العلمية الموجودة في كتب الفقه؟ تقسيم الصلاة إلى شروط وأركان وسنن ومستحبات، ليه ما اعترضوا على الكلام ده؟ السبب اللي بيخليهم يعترضوا على ده بالذات شنو؟ هذه مسألة. اثنان، نحن اليوم لا نقول زي ما هو بيتهمنا بقول داعش، احنا ما داعش، وانت تعرف تماما انه احنا ما داعش، والمجتمع يعرف كله تماما انه احنا ما داعش، لانه احنا ردينا على داعش في وقت سكتت فيه الافواه، ما في راجل بيقدر يتكلم في داعش وقت تكلمنا احنا، وهذا ما ليس فخرا بانفسنا، انما نفتخر بمنهجنا الصريح الواضح تجاه كل المذاهب الباطله. كلمنا في داعش دي وقت نظمنا وعملنا محاضرة في قاعة الصداقة عن داعش، ما في راجل قادر يتكلم، لا صوفي لا غير صوفي، تتكلم بتخاف يتلبوا لك بلا لك طعوراسك، المجتمع ده خايف، فهمت؟ كلمنا في داعش وريناك داعش دي اللي بيدعمهم له، فكرة ده جاي من وين؟ أصول الفكر جاي من وين؟ الدعاة اللي بينتموا لداعش سرا وخفية وريناك لهم في محاضرة في قاعة الصداقة، القاعة الرئاسية هناك علنا، ما عندنا ما خايفين من الكلام ده احنا، فهمت؟ لكن هو بيقول انه
السلفيين دول داعش، داري نفر الناس من السلفيين وهيهات. بعدين بيقولوا انه بيكفروك لو ما قلت التوحيد ثلاثة اقسام، كذاب اتحداك. هات كتاب واحد من كتب اهل السنة والجماعة بيقولوا الما بيقول التوحيد ثلاثة اقسام كافر. لا، انما العلماء عندهم من لم يطبق عمليا واعتقادا وقولا هذه الانواع الثلاثة في عبادته وصلته بالله عز وجل، الما طبقه ده بيبقى كافر. يعني لا انت لو اخليت بتوحيد الربوبية او اخليت بتوحيد الالوهية او الاسماء والصفات، انت اخليت ده عمليا او اعتقاديا او قوليا، انت بتبقى كافر لانه خالفت القرآن. لكن ما بتبقى كافر لانك انت ما عارف الاقسام الثلاثة، لا ابدا. بدليل انه من العلماء من قسم التوحيد الى قسمين فقط. قول لي يا ياقوتي امشي اقرا، انت قريت شنو يا ياقوتي؟ انت قلت قبل كده كنت وزير، قريت شنو من كتب الدين؟ اقرا ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال والتوحيد قسمان اثنين، توحيد في المعرفة والطلب، توحيد في المعرفة والإثبات. ده دخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقال توحيد في القصد والطلب، وده توحيد الألوهية. كونك تقول قسمين، كونك تقول ثلاثة أقسام، دي مسائل علمية. لكن أنت لو اختلفت مع الأقسام دي أو اختلفت مع القرآن والسنة في أمور الاعتقاد، تبقى كده أنت كافر يا دوب. أعرف المعلومة دي. بعدين مشى قدام قال القرون المفضلة كلها من القرن الثاني إلى القرن السابع ما في حد قال بالكلام ده. هذا يدل على جهلك يا ياقوتي، هذا يدل على جهلك يا محمد مصطفى بالدين. ما محمد مصطفى عبد القادر، ده محمد مصطفى الياقوتي، وداك ضال برضه لكن في باب ثاني ما هنا، نحن موضوعنا الليلة مع الياقوتي. ده يدل على جهله. أولا راجع كتاب الفقه الأبسط لأبي حنيفة. تعرف أبو حنيفة؟ أبو حنيفة النعمان توفي سنة 150 هجرية. ده عاش في القرن الكم يا اخوانا؟ ده عاش في القرن الثاني الميلادي الهجري، القرن الثاني الهجري. أبو حنيفة النعمان في كتابه الفقه الأبسط أشار إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. نقل عنه تلميذ من أعظم الحنفية وكتابه هو العقيدة الطحاوية، هذا من أجل كتب الاعتقاد حتى عند الصوفية ذاته، حتى عند الصوفية. كتاب الطحاوي، العقيدة الطحاوية. الطحاوي متوفى سنة 321 يا ياقوتي. تقول لي ابن تيمية في القرن الثامن، ما جاب إلا ابن تيمية، مات سنة كم قلنا؟ 321 الإمام الطحاوي. قال نقول في توحيد الله بتوفيق الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يشبهه. أقسام التوحيد الثلاثة من أول العقيدة الطحاوية، قريتها ولا ما قريتها؟ هذه العقيدة الإمام الطحاوي نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني ويعقوب ابن إبراهيم. ديل أصحاب أبي حنيفة ديل كانوا كلهم في القرن الثاني، القرن الثاني أو الثالث الهجري. برضو تقسيم التوحيد ما قال به إلا ابن تيمية، ما قال به إلا ابن تيمية. يا ياقوتي أنت ما قريت. راجع كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وده يسمى بمالك الصغير، من أجل علماء المذهب المالكي. والصوفية يقول لك احنا مالكية، مالك منو؟ من مالك اللي انتم بتنتموا له الا مالك عقار؟ من مالك؟ يسمى بمالك الصغير. قال في كتابه في المقدمة، وابن ابي زيد القيرواني بالمناسبة توفي سنة 358، ده برضو ابن تيمية. راجع كتاب تفسير الإمام الطبري، ده برضو ما من السلف، الطبري، يتوفى سنة كم؟ 310.
ديل كلهم قبل ابن تيمية بسنين بزمن كثير. الأصناف الثلاثة للتوحيد والأقسام بالنص جابنا الإمام ابن بطة عبيد الله ابن عبد الكريم العكبري المتوفى سنة 387. ده جابوا لابن تيمية شنو؟ قبلوا بكم سنة؟ ابن تيمية توفى سنة 728. قبلوا بكم سنة يا أخوان؟ مما يدلك على أن الصوفي جاهل. جاهل. نحن كان يجيبونا معك في التلفزيون عشان نجيب الكتب دي ونقراها يعرف الشعب السوداني. يجي يقول في القرون الأولى كلها ما فيه. أنت قول أنا ما أعرف. عشان نجي نوريك. في قاعد كتاب ابن مندة، بتعرف ابن مندة؟ بتعرف ده لو سألته منه بكون قايله ده محل بتاع مديدة. ابن مندة أبو بكر ابن مندة ده من القدامى توفى سنة 395. أجابه لابن تيمية شنو؟ بدري قديم. برضه قال بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. إذن التقسيم ده معروف عن السلف. معروف عن السلف. أما أنت يا صوفي لو قاصد السلف بتاعك ناس الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وابن سينا فهؤلاء زنادقة لا علاقة لهم بالإسلام ولا واحد منهم، لا ابن سينا ولا ابن سبعين ولا ابن الفارض، فهمت؟ ولا ابن عربي ولا الحلاج، هؤلاء زنادقة. دين ما هم السلف؟ السلف اللي قلناهم ليك دين الإمام مالك أبو حنيفة، هؤلاء هم السلف. طيب نمشي قدام. أنا لسه يا دوب علقت على نقطة واحدة من الكلام اللي قاله هذا الصوفي في في البرنامج. قال الإله هو الرب والرب هو الإله، وهذه العقيدة اللي بيقولوها يعني التقسيم هذا تثليث. تثليث كيف؟ نديك آية واحدة مما استند عليه العلماء، والآيات كثيرة، مما استند عليه العلماء في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة. قال تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ففي قوله رب السماوات هذا توحيد الربوبية، فاعبده توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. ثلاثة أقسام في آية واحدة. لكن التصوفي قالت شنو؟ أعجبني الصحفي اللي خش عليهم في الرد بتاعه لما هم استنكروا الباب الإسلام دين التوحيد. قال لهم مضمون الباب ده كون نعلم أبنائنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال لهم دي من المسلمات في العقيدة، دي قال لهم من المسلمات، وما في اعتراض على الكلام ده. قال لهم الاعتراض وين؟ دي مسلمات قال لهم وأبجديات الإسلام. وقال لهم كونه نحن نربي أبنائنا على العقيدة الصحيحة النقية الخالية من البدع والخرافات، قال هذه من المسلمات التي لا تحتاج إلى جدل ولا إلى نقاش. هذا الصحفي عبر الهاتف، شكرا لهذا الصحفي عبر الهاتف، لأنه أقلاها المسلم يا أخواننا يعرف أبجديات الدين. والصوفي جاي يعترض على خلفية أنه كان وزير يوم من الأيام، وعلى خلفية أنه زول متعلم، وعلى خلفية أنه زول إعلامي، يعترض على مسلمات بسيطة جدا. العيب وين يا أخواننا؟ كونه نربي أولادنا عليه إذا سألت فاسأل الله، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ لكن هذا الصوفي دار يجي ينتصر للعقيدة بتاعته ونحن نقول له هيهات، ما بيقدر. عموما يا أخوانا النقاط دي كثيرة حقيقة، ونقاط مهمة جدا، والزمن الآن ما بيسعنا، نحن نأجلها للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نناقش بقية النقاط. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد.